و... وشيخ بس ما غير سياسة البرنامج الله يستر. ألا بغير؟ لا عادي هي هو مجرد رأي. يكون أول شيخ غير سياسة. مجرد رأي. غيرت له وحدي فتغير سياسة البرنامج. أخبارك؟ والله بخير وش. شرفتنا والله. الله يشرف يا. أي الله. أنت كئيب. يا أخي السبت كئيب ما بعرف. السبت كذا كمسمى في البرنامج كئيب ولا ترى؟ مو بس البرنامج لا والله حتى برا. الموضوع قدر. يقال ان طراها الاقدار نبي الله سليمان يقول جاء مره الصبح عنده واحد من وزرائه جالسين عنده يقول يدخل عليهم شخص مخيف هيبته مخيفه الشخص لا يوم دخل جلس يعاين في الوزير حق اللي عند نبي الله سليمان طبعا نبي الله سليمان كانت من نبوته انه يامر الريح و و و يكلم يكلمها الطير وهدهد سليمان إيه من معجزته كم الحيوانات فجاء شخص غريب الوزير واقف دخل الشخص الغريب ذا سلم جاء وجلس يتكلم في اذن نبي الله سليمان وهو يتكلم ويطالع في الوزير يتكلم ويطالع في الوزير بنظرات مخيفه الوزير قال يا ولد هذا ايش فيه؟ شكليته مريبة وصبح ودخل ويكلم النبي ويطالع فيني. المهم خلص وطلع، يوم طلع جاء الوزير عنده قال يا نبي الله من هذا الشخص؟ والله لقد افزعني بنظراته، خوفني ذا من هو اللي دخل عليك؟ قال هذا ملك الموت. ملك الموت جاء. يوم قال ملك الموت قال طيب أفزعني بنظراته أنا خفت منه تكفى أطلبك يا نبي الله سليمان أن تأمر الريح أن تبعثني إلى أبعد مكان في الصين أنا ما أبغاه دام موجود عندنا اليوم هنا ودني أبعد منطقة أي شيء يحسب أنه ما يقدر يجي كلام ذا صبح قبل الظهر قال نبي الله ولكن ما طلبت دامك خفت أمر الريح وانقلته وراح للصين جاء اليوم الثاني جاء ملك الموت عند نبي الله سليمان زايره مره ثانيه يوم جاء قال يا نبي الله يعني في شيء صار البارح امس غريب يوم جيتك قال وشو قال دخلت عليك الصبح ولقيت وزيرك فلان استغربت انه عندك احنا صبح لان الله عز وجل قد امرني ان اقبض روحه بعد الظهر في الصين يوم جيت الصبح له عندك ما قال وش صار بعدها؟ قال ذهبت بعد الظهر إلى الموقع الذي أمرني الله بقبض روحه فيه فوجدته فقبضت روحه لا إله إلا الإنسان بعض الأحيان مهما هرب من القدر يمكن المنطقة اللي أنت تهرب فيها هي المكان اللي أنت بتلقى قدرك يا زر فالواحد ما يفزع من مقدر ومكتوب طبعا القصة من القصص اللي قريتها استنادها ومسندها وصحتها ما اجزم فيها لا انا قد سمعت لكن قد قريتها انا وانا قد سمعت قراءه ممكن لو تشارك برنامج واقعي ربي ياخذ روحك في برنامج واقعي يمكن تجي المجلس وانت نازل من فوق من الغرفه تجلس على طيب ابو عبد الله ممكن هو المكان عقد عد راحتنا يمكن هنا انا سمعت انا سمعت يقال ان في حجره في السماوات العلى ان مكتوب على اوراقها اسم كل انسان اللي تطيح ورقتها قصدك اي واللي تطيح ورقتها ان هذا هي مو وين موجوده الشجره كيف الشجره وين موجوده بالسماوات في الجنه اتوقع اني قد سمعتها بعد رب شجرتي ما تطيح ورقتي مش ترى ورق لا انت هيومك بتقول كذا اي تطيح انا يوم سبت وكئيب واجي وطاري يموت عريض يعني من الطاري يرجع سولف سوالف واجد ترى من السنة انك تذكر ما تخوف تقول اوه ترى قلت موت لكن يذكر الانسان وراه موت الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عنده اسلوبين يستخدمهن خصوصا في الرسالة اسلوب الترغيب يعني اسلوب الترهيب والترهيب اللي ما كان يعني ياخذ اسلوب الترغيب وبالحسنى وكذا كان سيد محمد يقولها كانت رسالته بالاسلوب الثاني اللي هي الترهيب قال ان عمر كان من يجي طار الموت يغمى عليه صح ما ادري
انا والله اني سمعت انه يغمى عليها اول ما يجي طار الموت. يا رجال يهون، احنا عندنا ناس اعرفهم يعني في نفس مجتمعنا اللي انا عايش فيه ما يداني شيء اسمه موت. طري كلمه موت يقوم من الجلسه اللي هو فيها، طري كلمه موت او صح. او تقول اني تحلمت، انت تمزح تقول اني تحلمت انك ميت، ما عاد يمشي الليل، ما عاد يمشي الليل، يجي خلعه رجال، يجي خلعه خلاص. بعض الاحيان حتى انا ولد يزعل ما عاد يكلمك، يا ولد منعنا من الطور يا ولد، وتفهم انت تقول ترى مصيرك تموت، يقول ادري بس اضطري اني انا بموت. لا فعلا ترى غلط ان الواحد يخاف بالشكل ده، غلط، ما بيخاف والله يخافون بشكل غلط. لا لا جاء مثلا طاري الموت لا فكر إيه لا صح يتعب اذا قلت انت بتموت يتعب، اقول يجي صداع وينكتم وضيق، هذه مشكله معكم عنها. ما هب زين انك كل ما مثلا جاء المجلس قلت يا عيال تراكم بتموتون، احنا ما نقول كذا، لكن اذا جاء طاري الموت وذكر عادي، يسمع وذكر واستذكر بعد. اي الواحد يستذكر نفسه. بعض الاحيان ما يرد الانسان عن المعصيه الا انه يدري. يعني في احد يدري ما هو ميت؟ كلنا ندري الحين بنموت، ما احد يطري الموت. بس فعلا لا والله فعلا، بس شوف احس ان وقت قبل يعني يمكن قبل كم من سنه يختلف عن وقت الحين، خصوصا حتى في تفكير الناس. والله قبل اني اذكر بس احد عندنا في المنطقه يتوفى الله يرحمه، والله العظيم من صلاه المغرب ما تلقى احد بالشوارع من صلاه المغرب باليوم يتوفى، ما حد يطلع ما حد يطلع خفون. والله العظيم اني اذكرها لليوم هذا، ان اذا احد توفى عندنا بالمنطقه ان ياكل هالعالم من صلاه المغرب ما تشوف بني ادم يهتف عليك بهالشارع كله. ترى المحافظات انت وين انت والقرى في شو اسمه مسقط المفرق. المفرق وش مسقط؟ انت في مسقط؟ لا المفرق المفرق مسقط بعمان صح؟ عمان اي عمان هو اللقط بين عمان وعاصمة عمان. لا وتدري اللي كان موجود انه كنا نسب يعني الناس مو التلفزيون يكون لازم قرآن ممنوع البيوت هذا وقت العزاء. هذا يعني مثلا توفى رجال اليوم بالمنطقة حلو، كل الناس من صلاة المغرب ما تشوفهم يطلعون الشوارع في حزن. هذا طبيعي يصيب الاماكن اي بس مساله انه شيء رسمي ما يطلعون. لا لا هو مو شيء رسمي بس الناس خوف خوف لا خوف خوف ورهبه من الامر. التلفزيونات مستحيل تدخل بيت بالثلاث ايام، مستحيل تدخل بيت وتلقاه حاط على قناه غير قناه القرآن. الحين يموت امس يقوم زواجها واحد ثاني في اقصى القريه. اقول لك الوقت شلون تغير. والله ان يذكرها لليوم والله لازم احترام مثلا مشاعر الناس اللي إيه طبعا. احنا عندنا في القرى والمحافظات خاصه مثلا قريتنا لا مات واحد فيها فعلا تحس بحزن، ما هو بشيء انك ما تطلع لا، بس تلقى حتى اللي طالع حتى مهدي تشوف وجيه الناس حتى لو ما يقرب لهم خلاص بيت فلان فيه عزيز. اي نعرف خاصه القرى ترى اكثر من القرى القرى او شيء الماكن ذي اكثر من يموت فيها العجز والشيبان. تلقى بقى تلقى لا مات العجوز ولا الشايب تلقى العوال فيهم صفقة يطلعون يفحطون ما عندهم ما عنده ما ضاقوا الله يصلحهم يهديهم لا ما تحدن في الا يا رب يحزنون. والله اني انصدمت منكم انتم تقولون تحزنون ذا. اي والله الحين يموت اليوم بعد يومين زواج في عرضه جايب برعي زير والله الناس ما عاد تستذكر. بس ان ليه احنا نسوي حركة يعني ليش الناس هذول يسوون كذا؟ لان كلنا دارين احنا بنموت، انت بتموت انت ترى والله معكم على الموت وانت بتموت فاعملوا يا رجال. اللهم احسن اللهم احسن خاتمتنا. بعدين لقيتك في نار جهنم ما كنت تحسف تقول ليتني والله سويت ليتني تصدقت ليتني دفعت 300 ريال في وقت فليتي. شو تبرع يا رجال يصير فرضا. فعلمكم يا اخوان الله يجزاك خير. زينه هو فتحت بث ها انت الحين روعتنا هذا صدق كلنا ميت وانهم ميت. انت اخت الصور ذي المعلقه كان في مستوصف انت اخطيها هذا قسم الجلدية ثوى استوصل دكتور جديد بعد ما جايب لا انك ميت وانهم ميتوا وهنا ذبان الله يهديه ويصلح يا ابو عبد الله. اي والله العظيم ما ودي اعنفه قدام الشاشة عشان ما يقول عبد الله يعنف الذبان هاشتاج في تويتر ما عادي هذه والله ما خل يروح والله يا كثر الذبان عندنا صار يا ذبان فارقني الله يجعلني هدوء يا ذبان انقلع يا ذبان الله يهديك. سمعت ان في ديره في الشام بس ما ادري وين اتوقع في سوريا قلت قال لي واحد اذا مات عندنا واحد نجي نحط جنازته مثلا بين في القريه وكذا
اذا عليه دين حلو مثلا عليه 10,000 يقول يجون الناس يبدون يحطون زي الصندوق يسددون دينه يعني يدفعون لين يتقفل دينه يدفنون يقول مستحيل يدفن عليه دين يقول ولا يجي صاحب الدين يقول انا مسامحه شيلوه بس طيب بحيث انه اذا دخل القبر ما يواجه شيء طيب المقاطع اللي اشوفها في اليوتيوب للقبور اللي كانها غرف نوم في مصر هذا حرام حرام يعني غرف تسريح درج يعني غرفه ما شاء الله غرفه احسن من غرف بيوتنا الحين عندك يا كثر وسرير يجي يحط ميت عليها ويدفيه ويظهر من ملوك دول ويسكر عليه بوقه شوف شلون هو موت وش مثلا بيقوم يتزين هي حكمه من الله عز وجل كبير صغير, صغير غني مكانك صاحب الحفره نهايتك يحفر لك وتدفع بس ما معك طيب هل صدق هذه المعلومه سمعتها وانا صغير ولا ادري من صحتها يقولون في مصر يعانون انهم لا حفر القبر يظهر ماء عشان النيل فانهم صاروا لدرجه انهم يعني يحطونهم في مثل الدروج ممكن في اماكن واجد حتى في السعوديه اتوقع في ديار يلقون ماء انهم يحفروا القبر يجون ماء اما الحين ديرتنا يابسه لا حفروا ما لقوا الا حيود الناس تعرف الحيود شوي ايه الضلع صعب ايه الحين ديارنا هي ارضها المقبره تكون حزم ايه ترى الله يكفينا الشر جالسين نخطط للمقابر يوم سبت يوم سبت ومقبره واحد بيطلع اوكي هذا الامور يا زين خلي يعني انا الله يحسن خاتمتنا يا عيال غير الموضوع اقرب مقبره لبيتكم كم تبعد؟ والله ما تبعد شيء اقرب مقبره لبيتكم نهوة الحين والله في نفس القريه في على المدخل مقبره يعني تدخل قريتنا على اليسار اول شيء مقبره تستفتح بها بعدين تدخل القريه تدخل فيها ما تطلع مو بتذكير تخلص شغلك تمر المقبره ابن امك ما تسلم يوقفونك العيال سلام سلام عليكم دار المؤمنين انتم مستغفرون على اللحيق السلام عليكم والله كلنا بنموت يا الربع عليكم بالعمل في ذا الدنيا الله يرحم العمر كله ما اعرف كم بقى لي يوم ودي شعور حلو يا ولد انك يعني مثلا هو هل هو صحيح انك تحس قبل موتك ب 40 يوم؟ ها؟ اما كذب ما في شيء ثابت انك تحس تدري أنا في ناس ممكن يقول انا صارت نفسي انا احس وابكي اسبوعين اقسم بالله قد في ناس توسوس يقول الله انا بموت تدري يا ابو عبد الله في ناس صدق يحسوا يقولون تحس قبل موتك ب 40 جدة الله يرحمها انا يسولفوا لي اهل المنطقه عندنا قبلها بليله انها بسحاره ايه قبلها بليله افطرت عند جيراننا زين قالت والله زمان ما جيتك ودي افطر عندكم اليوم هالعجايز حول بعضهم تعرف شلون ودائما هن ما شاء الله مع فجأة الضوء تلقاهن صاحيات افطرت عنده وراحت البيوت اللي عندنا كلها مر عليهم كلهم قبلها بليله العصر والله اني اذكرها انا مشيت كنت بروح اصلح السياره وتركتها اللي بعدها يسولفوا لي عاد بعد ما توفت جوني ناس يوم يعزون يقولون مرت على فلان وعلى علان وجلست بالشارع الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني ناس والله يمكن اذا مو سبع بيوت ثمان بيوت مرت بالمنطقه اللي زمان والله ما جيتكم مو شلونكم طيبين زارت الكل في ناس يوفقهم الله قبل موته انا اشوف انه توفيق من الله يصل رحمه يسدد دينه وهذا توفيق من الله اللي الله ان شاء الله يحبه تلقاه يروح يقول فلان انا مبطن عنه ودي اسلم ودي اكلم فلان ودي نعمه ذي فهذه نعمه من الله عز وجل اما مساله انه يقول لا بكره الساعه كذا بموت ما في اي لا ما في هذا بعضهم يحس ويصادف هذا على تعبه ولا شيء لكن انا اقول شعوريا توفيق من الله انك لا قبل موتك تواصل تستسمح فلان وتعتذر من فلان وتسدد الدين اللي على فلان هذا توفيق من الله يعرف انك ان شاء الله من اهل الخير هو لا شعوريا ترى يمكن الانسان ما يدري انه بيموت بس خلاص في شيء بنفسه يقول والله خلنا اروح لفلان واروح لعلان والله في واحد من العيال لي 4 سنين كل ما ذا جاني قال انا احس اني بموت ولا مات على وجه لا 4 سنين ما شاء الله شفت والله ترى في نشب واجد يعني في واحد يقول ابو فالح بقابلك ذا اليوم هو لبده وانا ما دانيه بس يقول ابو فالح بقابلك ذا اليوم انا والله اني ما ادري ايش الدنيا علي والله ممكن اروح ممكن اودع اقابله قد لي 5 سنوات انا اقابله شبه شهريا اسبوعيا وهو على نفس الموال وهو لبده انا ما دانيه بس اني غصب اقابله لانه يقول لي بموت